بث تلفزيون البحرين مساء أمس الجزء الثاني من برنامج خاص حول سياسات قناة الجزيرة القطرية المعادية لمملكة البحرين. وفي هذا الصدد أكد دكتور عبدالله الدرازي نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سابقا، أكد أن قناة الجزيرة القطرية تواصل نهجها العدائي تجاه المملكة من خلال تشويه الحقائق والإدعاءات الباطلة. أنا متابع دائم لأمور والتطورات متعلقة بحقوق الإنسان، ومسألة قناة الجزيرة ليس جديد، وتشويه للحقائق دائما وخاصة التي تبثها عن مملكتنا الحبيبة. فنلاحظ بأن البلبلة التي تحدث والتي حدثت على سبيل المثال في السجن مؤخرا في مركز تأهيل في جو كان له دعم أيضا خارجي، دعم خارجي سواء إعلامي من قناة الجزيرة أو قنوات أخرى. نلاحظ بأن قد تسبب هذا بالتأثير على النزلاء الآخرين الأبرياء من ناحية الخدمات، لأنه إذا صار العنف داخل مركز التأهيل فبالتالي تضطر الإدارة بأن تتعامل، وينعكس ذلك على تعطيل خدمات أخرى مهمة جدا بالنسبة للنزلاء الآخرين. وهذا يحدث في جميع أنحاء العالم، ليس فقط أنه في البحرين أو في مراكز التأهيل في البحرين، ولكن في مراكز التأهيل الأخرى أيضا حول العالم. إذا كان هناك عنف، إذا كان هناك كثير من الفوضى، تخريب وشغل، تخريب وإلى آخره، فتتأثر الخدمات، يتأثر النزيل الآخر المطيع الملتزم بالقوانين.